متابعينا الكرام على بركة الله نتابع انطلاقة الشوط الثاني وهو الأول للأبكار المحليات مخصص للأبكار مهجنات عفوا. رأينا المحليات والإبداع والآن شوط المهجنات الرئيسية. المسافة هي 6 كيلومتر هي مسافة الاختبار. نتابع الشوط ونسير مع الشعارات مع هذه الجماهير المشاركة لنتمنى لهم التوفيق. خلونا نفتتح الإذاعة الشايبة عبد الله بن طيب بن حميد الدرعي بن قماش المركز الثاني مراسيل محمد بن رملي محمد العامري المركز الرابع مشغل محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي المركز الرابع هملولة عبد الله بن طيب بن حميد الدرعي بن قماش نازل باسمين والمركز الخامس عند راعي طيف سعيد بن حمد بن علي العامري. هذا نداءنا مشاهدينا الكرام على الخمس المراكز الأولية. نتمنين التوفيق لجميع المشاركين ونتواصل ونتابع مجريات الشوط وهذا الحضور وهذا الأداء وهذا الإبداع. فنسير مع التألق مع الأداء. هناك مشاهدين الكرام شوط مهجنات الرئيسي الثنايا 6 كيلو هي الاختبار في هذا الميدان ميدان الرقعات برنس الميادين وشوط السحاب. من الذي بيتصدر المشهد أمام الجميع وأمام عدسة الكاميرا؟ فلا زالت الشايبة عبد الله بن طيب بن حميد بن قماش بثنائيها هملولة والشايبة. يا سلام، هل بيدافع عن الناموس أبو ياخذها أم هناك الربع عندما تخطيط وتكتيك؟ لا بد، كل واحد مستعد يبقى الناموس. مشغل محمد ناصر بن خليفة هناك متواجد من الجانب الليمن. نسير مع المركز الرابع راعي مراسيل محمد بن رملي العامري والمركز الخامس عند راعي طيف سعيد بن حمد بن حوشي العامرية. الإبداعات والتحركات والمنافسات قائمة ومستمرة يا متابعين الكرام. ومشغل محمد بن ناصر بن خليفة هو الذي يتمركز في هذا الشوط. أما المركز الثاني هملول عبد الله بطي بن حميد. المركز الثالث الشايب عبد الله بطي بن حميد. الله الله بثلاثية هناك واضحة بقيادة عبد الناصر بن خليفة بن لسيود الدرعية. الله عليك راعي مشغلها مشغلة وهي التي تشغلهم بالقيادة في الكادر. هناك عبد الله بطي بن حميد بثنائيها في ثاني وثالث. أما الرابع عند بالرمل العامرية راعي مراسيل والأجواء المميزة جو ركضة. الله الله أجواء مميزة عالمية. تمنى التوفيق للجميع. نسير مع المركز الخامس هناك نشوف شعار بن حوشي العامري راعي طيفة. هذا النداء مشاهدينا الكرام على الخمس المراكز الأولية. تمنى التوفيق للجميع. ولا زلنا مع الكادر، لا زلنا مع الحضور، لا زلنا مع مشغلها محمد بن ناصر بن خليفة هي التي تتمركز بهذا الأداء وهذا الإبداع. أما المركز الثاني فعند راعي هملول عبد الله بن طيب بن حميد، والثالث الشايب أيضا عبد الله بن طيب بن حميد. مركز الرابع راعي مراسيل محمد بن رملي العامري. نتمركز هنا في المربع الذهبي. ناتي إلى الإبداع، ناتي إلى التألق، ناتي إلى الأداء. ونشوف الأوضاع ونشوف بالسيود لا زال على عرش الصدارة. شوط الأبكار مهجنات. يا سلام بهذا التمركز وبهذا الحضور
وبهذا الإبداع. أما المركز الثاني هملول عبد الله بطيب بن حميد من قماشة، المركز الثالث أيضا هملول هناك الشايب أيضا عبد الله بطية. سلام نازل باسمين وفي مستوى مميز. والمركز الرابع عندنا راعي مراسيل محمد الرملي محمد العامري، خلونا مع الصدارة بالسيود راعي مشغلة. يا سلام يا أبو ناصر، الله الله، حضور وأداء وتألق واضح من هذا الشعار. أما المركز الثاني عند بن قماش بثنائيها، سلام يا راعي الشايب وهملولها. هل بهذا الاسمين بيسجل تواجد بن قماش أم بالسيود يروح إلى بر الأمان بلا منافس ولا منازع؟ نتابع هذا الحضور ونتابع هذا الأداء ونتابع هذا التألق الذي نراها في هذا الشوط. الحضور والإبداع والأداء من قبل بالسيود. سلام أبو ناصر، سلام مشغل محمد بن ناصر بن خليفة بالسيود. هو التمركز هنا، هو الانفراد، هو الحضور مع هذا الشعار. مركز الثاني شعار عبد الله بن بطيب بن حميد بن قماش، والثالث أيضا عند بن قماش، ولكن بالسيود يغرد خارج السرب بهذا الاسم بمشغلها. مشغلة ويا مشغلة خط الغرام مشغليني، الله الله الله، تراي رحالا بلي عناوين. هنا مراسيل، هنا الإبداع في هذا الحضور وهذا الانفراد المميز. سلام محمد بن ناصر بن خليفة الدرعية، شوط المهجنات، الله الأول الرئيسي، الثنايا. هنا حضور الكبار. مركز الثاني عبد الله بطيب بن حميد بن قماش، شعاره هو الأقرب في المركز الثاني. عذرا يا بقية المراكز، باي باي. الحضور، الأداء، الكيلو متر الأخير، ما شاء الله تبارك الرحمن، تقدم عرض وأداء مذهل هنا بدون أي منافس ولا منازع لحد الآن، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوط الرذاذ، شوط الرذاذ، ما شاء الله، تتقدم فيه مرا مشغلة لمحمد بن ناصر بن خليفة هي التي تشغل الجميع بهذا العطاء. نسير للمركز الثاني نشوف الشعار الأغرب، وهو شعار عبد الله بطيب بن حميد بن قماش، شعار راعي هملولة في المركز الثاني. أما الثالث والرابع نعتذر منهما، فارق كبير ومشغلة راحت خلاص، مشغلة مشغلة تقفل الشوط بهذا العرض، بهذا الأداء، بهذا الإبداع، بهذا التألق. سلام محمد بن ناصر بن خليفة بالسيود الدرعية، خلاص تقفل على الشوط، تقول الشوط شوطي بلا منازع ولا منافس. تقدم الكبار، والله الله، في شوط لبكار مهجنات الرئيسي الأول. الثنايا قدمت أداؤه بغريبة على شعار محمد بن ناصر بن خليفة، التألق والحضور المشرف لتضيف نقطة مميزة إلى رصيدها المميزة. أشكرك يا محمد بن ناصر بن خليفة، وسلام مشغلة، سلام وما قدمته من إبداع، تشكر عليه. التوقيت 9:36 جزئية من الثانية. أما المركز الثاني هملول عبد الله بطيب بن حميد بن قماش الدرعية. ناتي إلى المركز الثالث، فحضور الثالث طبعا هنا من قبل شعار راعي مراسيل محمد بن رملي العاملي. المركز الرابع، المركز الرابع هناك شعار عبد الله بطيب بن حميد الدرعية. المركز الخامس، خمسة اللي هي طيف سعيد بن حمد بن علي بن عامر درعي بن أبا سعيد بن حمد بن علي العامري بن حوشية. والمركز السادس،
خمسة عفوا، خمسة مراكز فقط الناموس.